حلقة جديدة من أعمال إيديا. رمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله، وزي ما تعودنا هنعمل مع بعض أحلى سفرة سحور مع أعمال إيديا. نعمل مع بعض النهاردة بيض بالسجق، والوصفة التانية هتكون عصير الكيوي هنعمله بالأناناس. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم، ونبدأ مع بعض بأول وصفة معانا وهي البيض بالسجق. نقول مع بعض إيه هي المقادير. عندي البيض، عندي البصل، سجق هنقطعه حتت، وعندي الفلفل المشكل معاه كده سنة صغيرة من الفلفل الحراق اللي مش عايز ما يحطش، وعندنا الطماطم طبعا، ملح وفلفل وبهاراتنا، جوزة الطيب بقى، كمون اللي يحب يحط مع الزبدة. أول حاجة هعملها إن أنا هحط إيه 3 كده كيوبز من الزبدة يسيحوا كده زي ما احنا شايفين. هسيبه يسيح شوية. على ما يسيح تعالوا اضرب البيض، نضربه خالص اهو. من الاكلات اللي حلوة جدا اللي هتعجبكم لو جربتوها اهو كده. نسيبه بس انا عايزاه يسخن قوي، يسيح ويسخن علشان لما نيجي نحط الحاجه فيه تستوي بسرعه، وايه وطعمها كمان يبقى حلو، ما تقعدش في الطاسه كتير اهو. بدا بصوا ازاي يسيح على طول. نبدا ايه، خليني بصوا انا ايه مش عايزه ميه الطماطم، فهسيب اشيل الميه نصفيها. بصوا كده، لا انا هستنى لما تسيح كلها علشان يتشوي مظبوط. السجق بتاعنا يتقطع مكعبات زي ما احنا شايفين كده، ودي اول حاجه هحطها هيكون السجق علشان اسويه كويس قوي. يلا بسم الله، يلا بينا. هديله بس الاول كده هو طشرة، وبعدين ايه اقوم حاطه معاه بقيه المقادير واحده ورا الثانيه. يلا ايوه كده، ياخد بس لون حلو. يلا وبعد كده نحط بقى شويه من البصل معاه، حوالي معلقتين من البصل. بنقلب طول ما احنا ماشيين بنقلب، وبعدين ايه اسيبه ياخد السوا. اوكي يلا هحط بقى الفلفل. بصوا الفلفل الملون، وهسيب شوية من الفلفل الملون عشان احطهم في التقديمة، بتبقى طعمها وشكلها حلو جدا اهو. بص كده عندي السجق بدأ ياخد لون، فانا هسيبه يستوي ياخد لونه الحلو، وبعد كده ايه يلا نغطيه كده بس ياخد لون ويستوي شوية. لسه انا بحاول اشوف سخنت ولا لسه. يلا تعالوا نشوف كده. ابدا ان انا ايه هحط مكعب الزبده يسيح، هحط شويه من الطماطم، هقلب الزبده. اول ما الزبده تسيح اقوم منزله البيض عليهم، وانا ايه هسيب ده الملح والفلفل ليه كنتوا، لان ساعات السجق طبعا تحبشته بتبقى كافيه جدا، فانا هسيب دي ليكوا انتوا. الفلفل بس اللي بنرشه في الاخر، الملح حسب الرغبه بتاعتنا اهو. اول ابص فاضل حته صغيره من الزبده، اول ما تسيح هتلاقوني رحت ايه منزله البيض المضروب. احط بس ايه رشه كده
بسم الله. بيض بالسجق ما حصلش، مش هتاكلوا زيه في حته، هيعجبكوا جدا جدا جدا. وهقفل بقى عليه يستوي، ونقوم حاطينه في طبق التقديم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل، نجيب الوصفه الثانيه ونرجع يكون استوى معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونقول مع بعض ايه اللي عملناه. عندي البيض، عملناه بيض بالسجق طلع حلو جدا، نقدمه مع العيش والمخلل. وعندنا العصير، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. عصير الاناناس بالكيوي، معايا اللبن، معايا عصير الاناناس والعسل، ممكن عسل او سكر طبعا ده حسب الرغبه. تعالوا كده بقى نشوف نفتح ونحط. يلا هنحط الكيوي وهنحط الاناناس زي ما احنا شايفين كده. هسيب شويه بنزلهم تحت علشان ايه يدي شكل حلو وطعم كمان معانا، وعصير الاناناس واللبن، وهنحط العسل. استنوا ايه، اجيب معلقه عشان ننجزها سريعا. وتعالوا برضو هنا كده احطه شويه، فالايه الحراره تسيحه. يلا وكده معايا العسل نزل مية مية. يلا بينا. زي ما احنا عارفين الايه المشروبات من الحاجات الحلوة اللي بتطري علينا، فدايما عايزين نحط كده ايه تحت اتنين في كل واحدة، بتبقى حلوة جدا. بس بقى كده عصير كيوي بالاناناس مع اللبن يطري على قلبنا في الايه في الحر ده، ويتقدم وبألف هنا وشفا. عملنا مع بعض وصفتين حلوين. أول وصفة معانا كانت البيض، عملنا بيض بالسجق سحور الملوك، وعملنا مع بعض عصير الكيوي بالأناناس. أتمنى يكونوا وصفتين حلوين، سحور الهنا عليكم، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة، سحور جديد من عمايل إيديا.